السلام عليكم. العديد من الأصدقاء يتواصلون ويانا بشأن أجهزة التابلت وشنو أحسن تابلت أقدر أخذ إلي والعائلتي وتحديدا للأطفال. لو ترقبون الأسواق تلقون أن حصة الأسد بهذا المجال هو لأبل وأجهزة الآيباد المتنوعة اللي توفرها. أما في الجهة المقابلة من عالم الأندرويد راح تشوف اختيارات محدودة جدا من سامسونج وهواوي. الكثير من الأصدقاء يتساءلون عن التاب S5e أو النسخة الاقتصادية من التاب S5، هل تستحق الشراء وهل تنافس أجهزة الآيباد من أبل؟ أصدقائي هذا اللي راح تعرفوا بهذا الفيديو. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن التاب S5e من سامسونج. ظلوا وياي. واحدة من أهم ميزات هذا الجهاز هو تصميمه. التصميم جدا راقي رغم حجمه الكبير، لكن وزنه خفيف جدا بالإيد عند 400 غرام. الإطارات حول الشاشة معقولة إذا ما نقول نحيفة بالنسبة لآيباد. البصمة كاباسيتيف سريعة جدا مدمجة بزر التشغيل. الجهاز يجي بثلاث ألوان، هي الأسود والذهبي والسيلفر، والصراحة الذهبي لا يعلى عليه وجميل وأنيق جدا. الشاشة بالتاب 5SE هي مركز قوته. عندك شاشة جميلة بمقاس 10.5 إنش سوبر أموليد بدقة عرض 2K 1600x2560. الشاشة بيها عيب واحد، هو كثافة بيكسلاتها اللي متعتبر معقولة جدا مقارنة بحجمها، وهي أقل من 300 بيكسل لكل إنش بشوية، لكن من تتفرج الأفلام راح تشوف شيء مخيف وجميل جدا. بطارية عملاقة بسعة 7040 ملي أمبير، تدعم شحن سريع قدرة 18 واط. مدخل الشحن عندك تايب سي جيل ثاني، لكن ماكو يو تي جي. أداء البطارية بشكل عام جيد، يكفيك يوم كامل من التشغيل أو حوالي ما بين 7 إلى 9 ساعات من العمل. هنا ننتبهوا لي أصدقائي بالله شوي، العتاد هو عيب الجهاز الوحيد وتحديدا المعالج، لأن سامسونج استعملت معالج فئة متوسطة منخفض وتعبان جدا، هو السناب دراجون 670 مع تشكيلة من الرام والذاكرة متنوعة حسب إمكانيتك ومزاجك. عندك 464 أو 628 جيجا، لكن حتى نوعية الذاكرة أيضا قديمة، هي الـ EMMC 5.1. هذا المعالج راح تقدر تلعب PUBG وCall of Duty وFortnite، لكن بأقل الإعداد حتى ما تقطع عندك اللعبة. أتمنى تنتبهون لهذه المعلومة. الأداء بالجهاز، إذا أنت تستعمل تليفونك للمشاهدة والعمل الخفيف فالجهاز ممتع جدا، لكن إذا تريد تستعمله للألعاب القوية فأداء أقل من متواضع. حبيت أنوه لهذه النقطة. كثير من الأصدقاء يسألني بالقناة هل هذا التابلت أفضل من الآيباد إير أو الآيباد 7؟ والحقيقة أصدقائي، إذا تحتاج ألعاب وألعاب قوية مثل PUBG Call of Duty وFortnite وأسفلت، ما أنصحك بهذا التابلت أبد، وأخذ الآيباد إير أو التاب ميني. أما إذا احتياجك هو تفرج أفلام ألعاب خفيفة وقراية، فأخذه وعيش حياتك، لأن بهيك استخدام راح يكون عندك أفضل تابلت وسعره مناسب جدا. سعره حاليا بالأسواق بحسب بعض الصفحات للمكاتب والمحلات حدود ال $400 أمريكي أو 485,000 دينار عراقي. هذا يخليه نوعا ما غالي نسبيا مقابل الآيباد إير وما ينافسه من ناحية الأداء تماما بالجيمينج. أما من بقية النواحي فالتاب S5 راح يسحق أي منافس. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.